You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out. طردنا يا شباب. وربي انطردنا. Hey, Russell. I need your help to bust into the dropout's hideout. حليله حليله جاهز للتكسير. يقول لك اذا عندك تدمير هلا بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بولي أو الشغب في مدارس لندن. شكرا على دعمكم ولايكاتكم الطيبة وتفاعلكم في هذه السلسلة. على طاري سلاسل، ترى ستراند ديب بكرة إن شاء الله بتكون آخر حلقة في سلسلة ستراند ديب. أما بالنسبة لبولي والله ما أعرف إيش الوضع، أحاول مثل ما تشوفون أني أخلص كل حلقة أقل شيء 4-5 مهمات بحيث أن ننجز في القصة. الأمور طيبة، الأمور طيبة يا رجال، توك بادي، ريلاكس. ما لعبت أي مشينات، ما خزنت، والشاي جاهز. لا تقتل المتعة يا مسلم، تكفى تكفى، هذا عيب اللعبة الوحيد. طيب عندنا مشن داخل المدرسة، خلنا نخفي هذا. لا، على طاري الربر هذا، قالوا لي شباب مجرد ما أنك تجمعه بيجيك سلاح خرافي قوي جدا، بس والله يا شباب إنه مشاوير أنك تجمعه، قرابة 100 ربلة يا رجال. بس شكرا على توضيح الشغلة اللي راح نحصل عليها. اما بالنسبة للجي جي كارز هذه ما ادري برضه منها كثرة، وما اعرف وش صراحة الفائدة منه. المهم اللي يهمنا المشنات حاليا، عندنا مشن واحد هنا ورا المدرسة، راح نروح نشوف وش وضعه. بالنسبة للزلاجات هذه يا شباب، صراحة جتني معلومة جديدة برضه في الكومنتات، قال لي ان لو تذكرون مشن هاتريك هذاك اللي كنا نلاحقه لين بيته، قال لي هذاك مفروض انك بالزلاجة تمسك موتر هاتريك ويصير خلاص يتزلج وماسك الموتر ويصير يتبعه. وخر هناك يا اخوي. ذا جيم از ايش؟ اوف حريقه. مدرس الرياضه. دخلني انا. واتس اب جايب برود. طيب. Bullying? I don't care about bullying. In fact, I encourage bullying. That's right. Builds moral fiber, makes men. Yeah. Cause you didn't make the team. You had to ruin it for everyone. Done for, Hopkins. What? Who was that? It's Yuri. There's people trapped inside. Oh, I'm really scared. Mommy! Man, you guys are pathetic. I'll get him. Where's the fire extinguisher? وش رايكم باللبس بس؟ إلا ولا أنت اللي شعلت النيران. هذا قاري بجي بحرقه هنا هنا. إيه وين شو اسمه ذا؟ يا أخي المدرسة بدوني ما أدري وش بيسوون صراحة. شيت إيش الزلزال هذا؟ قم جيمي بيموت علينا. جيمي قلب دفاع المدني. اوف في واحد. سلامات سلامات. في واحد ثالث هنا. يا ليل وش الحريقة ذا. ايه وش بتسوون بدون انتو؟ بس الغريب في الموضوع ان مدرس الرياضة بعد يقول له انت الرئيس وكيف ما ادري ايش، يعني حتى المدرسين الحين يعرفون ان جيمي هو اللي ماسك ادارة المدرسة. يا ويلكم يا هلا. خافون علينا والله. طورت العزبة. وش سبب الحريق الحين؟ يقول يدور. هذا عصابة المدينة وش جابهم؟ هذا اللي حرق المدرسة. من اللي وصاه؟ واضحة. جوكر اسبكت. الجروب الأزرق الحين محترمني. نتمنى ذلك. خلنا نسوي اختبار. جاني بلس 15 بس الله العالم كم كان سالب كم. السلام عليكم. لا واضح انه محترمني. عندنا كلاس ما خلصناه. انجلش 5. اسحب على ابو جده يا رجال. هي كذا كذا براسي.
طيب حاليا ما عندنا الا ميشن واحد اللي هو موجود في هذا المنطقة تحت الجسر. عرفت وعد المشن حق من، بس ودي اجرب شغلة هنا. سكتش ايش؟ تعال. اي والله يتمسك يا الربع ابو الفلة. والله الحركة كانت بتفيدنا كثير يا الربع. خلاص وصلنا المشن. معليش. فايندينج جوني. يا ليل ام الليل. اوكي اصحابنا يحتاجون مساعده في العثور على شو اسمه ذا نسيته جوني، ويقولون شافوا سياره مصحه المجانين هذيك. اي والله هذا اللي هربنا منها استاذ الانجليزي في الحلقه الماضيه، الحين شكله جوني صادوه هناك. وش جاب جوني في مصحه المجانين؟ ما ادري. وين شجرتنا اللي نتسلق فيها؟ وو. اسمع انواع الصراخ الحين. هذا برا، هذا مش داخل الزنزانة نفسها. لا 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 ايوه ادلف قله ايش عدينا من هذا كلهم. والله مدخلينه داخل هذا. هذا اسمع صوته. من دروب مدري من هم اللي حطوه اللي وهقوه يقول البس لبس هذا لو افتح لي. روح المغسلة بتحصل زي اللبس حقهم. ايوه هذا المغسلة. شوف اللبس الجميل الحين. الله عليك. خلاص الحين وقف طبيعي شغال معهم. شاك في الوضع، اعطاني النظرة هذيك. فكرة ممتازة والله. توكل خذ راحتك في البريك. ما يمدي نسكر الباب. فكيتهم كلهم. الله يستر مجانين كلهم برا. عشان ينشغلون يمسكونهم. قالب سبايدر مان هذا. والله جيمي فحط. مدري جوني ايش المتاهة هذي. نحشي بسرعة. Thanks for getting me out, Jimmy. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that. Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. كذاب. أول شيء في البداية قال في حد وهق في هذا المكان، الحين يقول بس عشانها تركتني البنت لولا هذيك صار مجنون. يا اخي والله ودي اساعدك بس بما اننا لابسين هذا اللبس. يلا اوف مجانين في المدينه، نساعد نجيب المجانين في المدينه. وات وجنبه نجمه، موقع ممتاز. في واحد ثاني هنا في الطريق توه شارد. تعال هذا هو. يا طيب كيف تتفاهم مع هذا؟ لا تعطيها وضعية المجنون. يمشي وراي. اي والله ودي اردفك والله بس ما اقدر. ويركض بعد مش نفس الدب. هذا واحد جبنا لك اياه. خذه مسكه. اوكي قت هذا اذر. خلاص لا تلحقني. هذا تايه هنا. تعال يا طيب. يركض الضمير والله. هذا ثاني مقبل. ها هات فلوس يلا 30. الظاهر عرفوني بسبب اللبسة اللي انا لابسه. ما ادري هذا مكان تخزين. اخترع
اختصرها. طيب نقول بسم الله وشين نسخن كذا واحد واحد. طيب شوف هلثي ما عندكم بيبسي هنا ولا هنا؟ لا 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 ما بدنا نطلع. طيب اذرف برا يا اخي، كان ودي اطلع لهم هذا. دقيقة جايكم هالمرة شلق العاب نارية والله ما ضبطت. كذا عيب. ايوه هلا بالبيبسي. خلي المقبلين ثانيين وربي ونعم السلاح. سريع سريع. حلو خزننا وناخذ لنا غفوه في المكان الطيب هذا. طبعا ما راح اجرب اصلا طافي خربانه. عندنا مشن في هذا المدينه ما في غيره. ريفنج اون مستر بيرتون. من ذا مستر بيرتون؟ ماي نيمز جيمي. زوي مولع النيران. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. فحان وقت الانتقام. او هذه تنتظرني هنا. كنت تقول دائما اسوي رياضة في هذا المكان وبنصيده. بسرعة قبل اخلص الجولة حقته الرياضية. هذا هو مدرس رياضة. شافني. لا بس يكلمني على اللبس اللي انا لابسه. نسيت لبس المجانين. واحد يمين ويسار ورانا. يبون يسكرون عليه الحمام ولا ايش؟ اوكي عشان لا يستخدم واحد ثاني يبون يحبسونه داخل الواحد اللي موجود هناك. وخر يا الكلب لا اجلدك واحبسك في مكان. في مكان مدرس. وش الحديقة هذه اللي مليانة حمامات تكرمون. اوكي الحين ما عنده الا هذاك. فنلحق نشوفها وهي تحبسه. جايب الكلب معي هذا بيشوف. اوكي محصور الاخ. ايوه رام تراكتر انتو باتي. اوه شيت. انا حرقت الجيم ها؟ شيت. يا شينها والله. برضو معليش اللي يتغدى. خله يستاهل. الا ولا انا اللي حرقت الجيم. والمشن اللي بعده في هذا المكان مكان البوكسينج والبطولة. الكينج وصل. داخلهم بلبس المجانين. Oh, here he is, Mr. Big. Yeah, it was you, creep. What was me? وش عندكم بعد؟ Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. حل المشاكل جاهم. متهمين ناس ويقول لا مشهم. هذا كله يا جميع عشان تكون ليدر. والله ما تسوى عليك يا رجل. مشاكل المدينة كلها. العصابات يا ساتر. محذفني يمين يسار انا. الله يسامحك يا جيمي. اوه هي نفسها صح؟ هي نفسها اللي تدعم دائما. هي نفسها اللي تدعم دائما. نفسها. لو تسمح يا الغالي. اوف. ايش الشرطة السريعين هذولا؟ اتعب يا ابوي. معليش والله مشاوير بعيدة يا اخوي. هذه دراجتي يا شباب مثل ما وعدتكم في الحلقة الماضية. جبتها بعد ما جمعت. معقولة يعني قاري الحين جالس يرش العصابات هذول كلهم عشان يسوون البلاوي هذي؟ بديت شك في الوضع صراحة. كذا كثير والله. يقولون هذا العصابة الوحيدة اللي تكرهنا والاحتمال الوحيد انه يكون عندهم.
Mr. No Friend of ours anymore. But since you got him out, I'll let you walk away from this meeting. Well, since I already beat you, I guess I believe you. Robbed a thrift Your shop mama again? Dresses you funny. تربي توزيع إهانات اليوم. وين دراجتي؟ أما زرفوها سيكل ما يخلونا، كيف يخلون دراجتي؟ خلنا نسمع صوتها. يا ابن الذين يدب ما مداه يزبن، جالس يثرثر حوالين المكان يدربها، ما تهنى مسكين. قالوا طبعا العصابة انها موب عندنا، طبعا العصابة قبل شوي قالوا مستحيل عندنا، واحنا مشغولين، الرئيس حقنا اصلا صار من مجانين، وبما انك ساعدته هالمرة راح نخليك تمشي بسلام، لكن التروفيز موب عندنا، الجوائز اللي انزرفت هناك. يعني العصابة هذه بريئة، ولكن يتهمون الجماعة هذا لا، اللي هم اساسا ورطوا جوني ودخلوه شو اسمه مصحة المجانين. بالله هذا مكان عصابة، اي العصابة البرتغالية شافني. هذا كلمة ولا انجال؟ اي والله الاغراض كلها هنا الظاهر. يدخل فيران اوف، يبين سبوت. طيب بالله وشلون اشله من قدامهم؟ فهمني واضرب خط الحين ارجع هناك عشان تعيد المشن. والله ما لها داعي يا اخي نرجع هنا، خلنا نعيد من هنا. طيب هلا باشمهندس، دراجتي الجديدة يا شباب. خربيته مشرف في المدرسة وجابه هنا، صار مع شرطة. ليش كل هذا الشرطة داخل المدرسة يا اخوي؟ اذلف دراجتي سريعة، يا ليت نقدر اسوقها. ايه بنسى الاصابه مره ثانيه وبينزرف مره انا عينك يخرب بيتك، انا عينك تلف. ما بدنا نتكلم مع رجال لو سارقها قدامي. ايوه تربي حاره ال... تكفى اللي يشوفوني تكفى الحين. تكفى خذ راحتك بالمشن يا رب، المشن اللي مطاع يخلص انه يخلص. احنا وش نسوي بالضبط؟ Find the Tony's putting rats in the crates and get a picture. صور يا حبيبي. يا اخي المشنات مفروض تتمي معلقة، بعض المشنات يا اخي تكون تافهة وتعيد 20,000,000,000 مرة. دباب ينزرف؟ لا لا بعده موجود. ايش المكان الغريب هذا؟ المرفأ شوف ايش مطلوب، ايش مطلوب منك الحين مش مكتوب. اوه يبون يحرقون الجوائز حقهم، حرقوها وانتهوا. ايوه واخيرا ريتيرن. ما يمديني سيف في وسط المشن، بس والله اني خايف. Well, Hopper, what did you find? Yeah, who took our trophies? It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? عصابة المصانع. Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. It did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of this school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? Shit. Shit. لا ويخليهم جنبي بعد.
You can count on Jimmy. وينهم؟ You useless moron. بحصلكم. ربي لحصلكم. شوف الغبي المعتوه الأهبل. إيش سوي؟ خلنا سيف بس. الحمد لله سيفنا. لسه غابني والله. تعرف إيش سوي بالصورة صح؟ مش داخل المدرسة؟ هو عند المدير. ما عندنا مش غيره. روح قابل المدير. اللهم اجعله خير. هلا. مبتسم. أنا مور طيبة. You can tell that by your clothes. What? I'm saying you dress great. Irrelevant. As I said, I am not a people pleaser, but in your case, I'm going to make an exception. An exception? Cool. Yes, you are without a doubt the least popular boy in the school right now. Habib. Even that fat child who wets himself is more popular than you. Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal. Yeah, well, we already knew that. Very droll. A comedian till the end. Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy. Bulworth is not for you. I'm not the one who's funny. You know what's funny? You. You're a joke, you old creep. Oof. You and your stuck-up, lame-ass school with its bullies and sex-pest teachers. This place is a dump, and you're a big-nose freak. This school rewards losers and bullies. I just stand up to them. You painted obscene graffiti on the town hall, boy. I have it on good authority. It was you. Feel the need to tell me you were responsible for this outrage. Gary Smith. Look, I may have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man. Blind. And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend classes. Gotta be kidding. You are leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out. طردنا يا شباب. وربي انطردنا. الله يخرب بيتك يا قاري على أبو اللي جابك. You have been expelled. مش مسموح لي أحضر كلاسات ولا مسموح لي ألبس لبس المدرسة. دقيقة خلنا نجرب. وخر الكاف هذا. خلنا نحترم نفسنا شوي. وش الوردي ذا؟ ايوه. هو عندنا كلاس. عندنا كلاس ساعة 9. ما تظهر لي الكلاسات ابد. الله يخرب بيتك يا قاري. والله انطردنا يا شباب المدرسة. تكفى. واسطة مدرس الجغرافيا. ولا نعرف وش الكلاس اللي علينا. هذا ما يكلمنا الامور طيبة. لسه ما وصله الخبر. شوف الحين وقت كلاس. ليه ما يقول لي ادخل كلاس؟ والله انطردنا يا شباب. الله يرحم ايام بولورث اكاديمي. بس جاي دورك يا قاري. دورك بالطريقة بالشرك. وش عندنا؟ باستنج ان بارت 1. Me and now I'm a joke. It was Gary. It must have been. I know. I can't deal with the fact that that kid beat me. Well, it ain't over yet. God, one minor setback and you're acting like a baby. How was that a minor setback? Losers. Oh, shut up, you fat dork. Whatever. You and your has-been friend don't scare me. See? Even a dork like that laughs at me. Gotta prove Gary was behind everything. Okay, but if we're gonna take on those townies, we're gonna need a bunch of backup. Someone big who doesn't hate me yet. Russell. Russell. حبيبي وقتك يا رسل. وقتك والله لك وحشه يا رسل. جيتك محتاج الحين من جد. وين رسل؟ في المدينه. رسل وش سوي يا رسل؟ بيته هنا. اي رسل انا نيجي والله بيته. حليله جاهز للتكسير. يقول لك اذا عندك تدمير هلا بي. شفتوا يا شباب وعدتكم الحلقه الجايه يكون معي سكوتر حقي. شوي شوي يا رسل دبابك سريع. ورب الفزعه ورب الفزعه. دام السالفه فيها تدمير قال انا موجود. حليله من وسطهم. الحين بنروح بندمر العصابه الظاهر اللي معتمد عليهم قاري ينفذون التخريبات حقه اللي كلها يردونها فوق راسي. حتى المدير مش مصدقني. عصابات المصانع عجل. ها جاكم راسل انا اشهد. حليلة كيباوت ويلوموني فيك يا راسل. لوكت على مين؟ لوكت
تسكر على غير رسل. لا يا رسل لا. النحشة رسل. هو ايش سوي هنا مع العصابة هذه؟ عشان بنصلح لهم الكهرباء عشان نكلمه. راح دباب رسل حادث أليم. دباب الفزعة. أيوة السلام عليكم. والله العظيم مش فاضي لكم والله. شكرا. اصلا كنت بغيت انزل تحت عشان اوصل للبوس حقهم. تقول لازم اني اشغل الكهرباء حقهم. ايوه صار فيهم تكفين. يقول والله كثره ما اقدر عليهم. اخويتهم هذه. فايند عمر اند جيت ذا كي تو ذا بلانت. في واحد منهم معاه مفتاح. على اساس انها شغلتهم. اها اوكي. وينك يا عمر؟ هذا هو عمر. شيت الطابوق اللي رماها. حصل المفتاح. اوكي هذا المفتاح انا استخدمه. هذا كله بس عشان نقابل رئيس عصابتهم. اما يقول حقني ليتس فايت وانت نازل شارد. طيب ارسل لي اللفت الله ليهينك. هلا انزله من هنا. ايوه وش في الكاميرا قلبت كذا؟ كله كيميكال تحتي هنا. الوضع خطير. اها وين رحت انت؟ ايه اكره الحركات هذه انا. يا كرهي لها. اوكي هنا تطيح تصير مخلل. كله كيميكال. ايه علينا. خلاص يا ابوي هذه الساحة. وين يبغى نروح؟ بس ما فيني انقز اجيب العيد. ونعيد من البداية. هذا منتظرني تحتي بالضبط. وينه؟ الاكس موجود هنا. ذكرني بلعبة زمان كان يدخل اللفت. يا ساتر. شيلد الله. تكفى 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 تكفى. You can pull shield off the wall. وين off the wall؟ يتعب. يا أخي هنا وراك لا تستهبل. معطي ظهره. تكفى لا. أوه خلص. هل يتدمج؟ ما يتدمج. لازم انه يتعب. تكفى 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 تكفى. ايوه تكفى. شله 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 ما مدني. لا اخذ واحد ثاني. تكفى تكفى. خرب بيت المشي اللي ينرفز. اوكي طفها من نفسه. طيب تكفى ببتي. ايه ايه ما في هل. ايش هذا ايش هذا ايش هذا ايش هذا اللي اخذه؟ الله يخرب بيتك ادلف. تكفى. ليه كذا يتحمل؟ تكفى.
تكفى تكفى. اوف هاي بعيد ذا كله. صقع راسه فرشه في الارض. هذا رئيس العصابة حقهم. وش ذنب امي انا؟ قص عليه. وحصلنا الدليل الدامق عشان نرجع المدرسة. توني ريسبكت 100%. سنبل ابو من سنبل سنبل ابو من باقي له شعره وتموت يا الاصلع. وبس يا شباب هذه كانت نهاية حلقتنا، اتمنى نالت اعجابكم. وصلنا الى الدليل انه جاري هو اللي كان يقص على هذا ويحاول يلعب براسه على اساس انهم هم الاثنين يسيطرون على المدرسة. طبعا كان يقول هذا الكلام لي. نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جاية. اشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس وين الرأس اللي سحب علينا يا ولد؟ فجرنا البوابة ما قصر.